واحد من بين الاشياء اللي نادرا كنشوف. ايضا اللي بيشوف قديش متراجع البحر، شوفوا تقريبا عم نحكي لا يقل عن في سبع. هل للحصار هو ما قبل الزلزال او ما يدل على زلزال؟ هل هي ظاهره كونيه جديده؟ ايه اللي بيحصل حول؟ هل هو مد وجزر؟ مش عارفين. ولكن زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، يعني بقالنا يومين بنسمع عن كوارث وحاجات غريبه بتحصل وازمات طبيعيه وحاجات شفنا الانحسار امبارح، ولكن النهارده الانحسار مخيف. احنا بنتابع الموضوع في ايضا في البحر المتوسط، مش عارفين. ولكن عم نحكي البحر هنا للميه وانحسار، يعني حصلت على مدار كبير جدا فتره ما عدتش، وان الزلازل عدلون اللبن صورا وفيديوهات. فكيف البحر لا يشيل؟ اولا الاسلام مثل هذا الكلام تقريبا صحيح. Ridotti a stradine malmose, barche ormeggiate in secca, antiche fondamenta dei palazzi a vista, anche lui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انحسار مياه البحر المتوسط وتراجعها لمستويات غير مسبوقة، تراجع مياه البحر في بعض الدول لأكثر من 300 متر، أثار المخاوف والحيرة لدى البعض. انسحبت المياه في مصر وفي لبنان وفي فلسطين، ودخلت أيضا أسبانيا والمغرب ضمن هذه الدول والجزائر وتونس. ظاهرة انسحاب المياه من مناطق البحر المتوسط مستمرة، ما زال الانحسار مستمر، لكن لا أحد يعلم تفسير ذلك. الملك ملك الله، يعلم كل شيء، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. انحسار شواطئ الخليج العربي اليوم أيضا أمام الكويت بعد البحر المتوسط وبورتريكو، ما الذي يحدث وما تفسير ذلك؟ أيضا البحر ينحسر في لاغونشا بونسيه وبورتريكو قبل ساعات قليلة. تشهد العديد من الشواطئ عبر العالم وخاصة بلدان البحر الأبيض المتوسط هذه الأيام ظاهرة جزر لمياه البحر، أدت لتراجع المياه نحو الخلف وظهور شواطئ رملية كانت منذ زمن قريب تغطيها المياه. وتزامنت هذه الظاهرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا وراح ضحيته عشرات الآلاف، مما خلف العديد من المخاوف وأثار الشكوك بأن تكون ظاهرة الجزر هذه مرتبطة بزلازل أو موجات مد عاتية تسونامي. نسأل الله السلامة لنا ولكم أجمعين، لكن لا يعلم تفسير ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الملك ملكه والأمر أمره، ما علينا هو أن نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونخشاه حق الخشية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يرسل لنا ربنا سبحانه وتعالى الآيات والآية لنرجع إليه سبحانه وتعالى ونخشاه ونتوب.